كل شويه اطب للغرفه البس واطلع، ما عندي شيء، وبعدني عروس وصغيرونه وغراض كوما عندي، وامي اشترت لي غراض سدت عين الشمس، وابدل وفرحانه بروحه وبعدنا صغيره، فيعني الي واسه بروح ابدل يعني ماش ما ادري ان المقابل راح يغار ويضوج من نفسه. فكنت اقول اني اقولها ليش ما تلبسين، والله انت حلوه، والله تخبلين، يعني دوم انطيها طاقه ايجابيه، والله العلي العظيم دوم انطيها طاقه ايجابيه، اقولها انت تخبلين. هي بيضه كانت، اقولها وش انت بيضه تجننين، كانت تقول لي لا يا معوده راحت علي، انا انت بعدك صغيره وحليه وعمرك 18 سنه لبسي تكشخي. اقولها لا شو اسوي، اقوم هيك هيك عندي نفس هيك اني نفسي، يعني اذا انت زينه وياي افتح قلبي واعطيك اياه، وإذا واحد يدق يعني أشوفه خبيث حقير منافق أكره الحياة، أكره العيشة، أكره اللحظة اللي عرفني بيها. أقوم أفتح الكنتور أطلع لها بعتين بيت ياستين تجيب لي إياهن، أمه الله يحفظها كانت، وأنطيها وأنطيها، ما تلبس تروح تودي لأختها، ما تلبس تروح تبيحن، ما تلبس ولا مرة أنطيتها شغلة ولبستها. كانت تجي شو تقول لي ليش ما تتحجبين؟ قلت لها يعني شنو اتحجب؟ شلون اتحجب؟ انا قاعده اخلي مكياج واخلي عطور، وانا اطلع اغرق روحي بالعطر، العالم تعرفني طبيت من عطور من عطري، واني احط مكياج هواي، واني قلت لها البس بناطير ضيقه والبس تشات تنانير كلها قصيره كلها فوق الركبه، والله كلها فوق الركبه التنوره، ما البس الا تنوره فوق الركبه وتكرمون حذاء عالي. هيك هيك كنت كشخه واخبل هيك، ما اعرف في الجمال كنت شايله، ما اعرف ايش خربت زين. كنت اقولها انا البس قصير والبس يعني احط مكياج والبس شي، شلون واحد يتحجب ويلبس ذني؟ كانت تقول لي لا شاتي ما تتحجبين، ما راح تلبسين هيجي. قلت لها شاش البس خيه؟ قالت تلبسين طويل وتلبسين جبه. قلت لها ما اقدر انا البس جبه. شاش كذب على الله، شنو اقعد اكذب على الله على مود ارضيكم انتم البشر اللي تخازون ما تجازون، انا ما اقدر اكذب على الله، ما اقدر اتحجب. الحجاب انا اذا ما احطه هنا اختنق، منين اتنفس؟ احس هاي المنطقه اتنفس منها، انا برمضان احطه لهنا ما اقدر. وتتعارك وياي كانت امي تلعب بي لعب، تقول لي شو ما نزليه هنا، اقول لها يمه بالقران اختنق الا حطه هنا، هاي المسافه اللي هنا اتنفس منها، وكم مخبله قولوا علي شو تقولون، انا هيك اذا حطه هنا اختنق. حبيبتي بسمه يا قلبي نورتي اصعده هنا. جو قلت لها انا خيا ما اقدر البس حجاب وما البس، يعني عادي البس حجاب والبس قصير ما يصير رب العالمين يعاقبني. قالت لي ها لا لبس عادي بناطير، بس لبس بناطير عريضة ولبس فوقها تيشيرتات طويلة. قلت لها ايش قصاش محجبة؟ قالت وانا عمري 12 سنة وتحجبت، وما اهلها كلش محافظين، تحياتي لاهلها والله خوش وادب. اوكي كان قالت لي انا وانا صغيرة، قلت لها قالت لي بس فلان زوجي نسومتي حياتي، قالت لي فلان هو حماية قالت لي ما يرضى ما يحب الحجاب، ومن جه خطبني هو كان حبيبها يعني حبها بالمعهد. اوكي ومن حبني بالمعهد قال لي اني ما احب الحجاب، من الزواج دبي عادي اكو هواي هيك رياجي، لحد يصير شريف اسوي يكتب يقول يو شلون هيك يقولها، اي اكو عادي هواي رياجي ما يحبون الحجاب، دبها براس عالم واطلع منها سالم، دبيها براس الهاز بنت مالتش ماش علاقه. اوكي قالت لي اني اسمه حماج ما يرضى، قال لي دبيه ورا الهايه، واني لانه هي خطيه كان شنو عندها رقبتها هي القدوته، الرقبه مالتها هي القدوته هي القدوته هي القدوته، يعني تلزمينها هيك تلزمينها من قد ما ضعيفه كلش ضعيفه، يعني تحطين ايدك هنا تلزمين رقبتها، وفكها عالي، فهاي المنطقه عندها كلش يعني خطيه ما حلوه، يعني ابد ابد يعني نهائيا ما تذب الحجاب البنيه بالبيت، ما يعني نادرا ما شفتها، يمكن يعني مرات قليله انه اشوف هاي منطقتها. أنا عبالي قبل لأن هي تلبس تارة طلعت عتها هاي المنطقة مثل المشوهة، رقبتها هالقدوتها ووجهها عريض منا وخدودها عالية ومنا عظامها هيك عظامها هنا، تحطين إيدك هنا من قد ما ضعيفة، فمن توخر الهاي تصير منطقة مشوهة منا شكلها، يطلع خطية كلش ما حلو، عبالك استغفر الله يا ربي. فكانت دوم تلبس الربطة وتلفها هيك ما تنزحها على مود تغطى هاي المنطقة. قالت بس أنا نادين عندي مشكلة هنا وأني ما قلتها يعني أنت مو عنه. قالت لا والله أنا أتمنى أذب الحجاب بس، وأصلا هو حماج ما يحبه يموت من عنده يتخبل منه، يقول أنا ما أحب الحجاب فهو ما يرضى، فأنا قلت له لا أنا عندي هنا هاي المنطقة فخلاني على راحتي، فأنا أنصحش تتحجبين. قلت يا خي ما يخالف أنا أتناقش شوي عقلي، بس سومتي حبيبة قلبي، قلت لها أنا أتناقش شوي عقلي زين وأشوف رب العالمين، كان ما لبسه على مود عبث، أنا لبسه على مود رب،
فإذا ربي هداني إن شاء الله ألبسه. أوكي نادين؟ أوكي. حاولت بالحجاب ماكو، بعدين طبش شو تقول لي؟ بلا زحمة لا تلبسين لبس حلو من يجي زوجي، لا تلبسين هذا لبس شي خبل نادين، وانتي جسمك حلو لا تلبسين هاي البناطير والتراك سودات، انتي صغيرونة بعدك واني رجلي من شاك تخيرك وين شايفته؟ الله وكيك محمد كفيك ما شايفته غير من يقول سلام عليكم يطلع الصبح يقول مع السلامة، وهم اسمع صوته ما اشوفه. قلت له خي انت بدارك واني بدار، انتم من هناك بيتكم واني من هنا بيت، كان مرهم عند رجال شو غير البس له واحلس له واملس له شان بالله شاتي هذا رجلك ما شايفته اني. بعدين قلت انا بنيه محترمه ما اقدر اني البس شغلات بعدين شبيت راك سودي، ها شلون هذا مثلا هيك لابسه ها شبيت راك سودي شنو اللي ضيق بالتراك سود هو حلو عليك شو اسوي له؟ كانت تقول لي لا نادي لبست شاديش. قلت لها خوش طلعت اشتريت دشاديش من البياع، اتذكر لحد الان رحنا للبياع انا وياها اشتريت دشاديش، رحت للكاظميه اشتريت دشاديش بعد شكو الحجه لبسنا دشاديش، بقينا ما لبس تراك سودات، واني وروح لابويا حمايه الله يذكره بالخير يا مات الله يرحمه، نسيت يا ثاري مات الله يرحمه، اي والله مات، اي والله هاي رحت الاخيره طليقي بلغني خطيه قال لي مات الله يرحمه، مات يمكن من وراها اوكي؟ يعني هو بعد صغير طريقة أكبر من عنده 19 سنة، طريقي أكبر من عنده 19 سنة، مات من وراها طقيته جلطة الرجال واري هناك طقيته جلطة من عتها زين. قلت لها أنا ما أشوف حماية وداعت أمه عبا أو حتى أسميه عمو بالقرآن أقول لعمو حق هذا الله بالبداية أقول لعمو، بعدين هي قالت لي شنو تقولي لعمو هو حماك هذا شنو تقولي لعمو، وين لو بنات قبل وتربية قبل وأهل قبل وثقة قبل زين، وما يشوفني إلا خيطة الصغيرة يعني عاملني مثل أخته، أخت الصغيرولة شان يعاملني الله يرحمه، بس النسوان لحموا وذا حطة نخشومهن وشاف أن رجلها يحب مرتخو ومداريها ويعاملها بما يرضي الله يغارن. قبل الغيرة نظيفة يعني من تغار تغار على نظافة، هسه الغيرة تخوف، هسه لا تحرشات أعوذ بالله، قبل لا ما كان هذا الشيء نهائيا ماكو ما كان. المهم بقيت البس دشاديش، يوم الدشاديش تخبل علي جنن الدشاديش علي، وهي اشترت لي اياهن والله مو اني اشترتهن كلهن الي، طلعني خبلا علي. خلصنا من الدشاديش وين طبينا للشغل، انت ليش تتعبين نفسك ما تقعدين ليش تشتغلين؟ قلت لها خي انا مو على الشغل، وحده تحب التعب الروحة وانا احب اكد على روحي. قلت لها يعني زوجي مو ذاك شغله وي اخوي وي رجلك يعني شغل يعني شغلهم مو قوي، وانا بنيه مدلله واحب ادار روحي واحب البس واطلع واكشخ ففدوى قلبك يعني كل شيء ولا الشغل. قالت لا والله انا من عندك ولا اشتغل اخليه يشوف اني، شوفي شلون تترس براسي بعد شلون تترس براسي والله العظيم سويت لنا مشكله، ثلاث ايام ما احكي وي زوجي شنت. قالت لي شوف انا شلون مدلله ملكه قاعده بالبيت لا اشتغل ولا اسوي شيء، نسومتي يا قلبي وانت طالعه من الصبح وهاي قاعده الصبح الحلوه، انا اشبع نوم بعد الساعه بالعشرة زين، وانت قاعده ورايحه بالباص وجايه بالظهاري على اليمن، انت بعدك حلوه وصغيره وراك حياه وراك دنيا او تروحي وتوظفي. قلت لها هاي وظيفه خيك انا ما قاعده اشتغل بدكان، هاي وظيفه مال الحكومه اذا ما رحتي يفصلوني واحد ولا اقوى وظائف الحكومية. كانت تقول لي والله لو انا منك ولا اشتغل، شنو هو هذا ما عنده غيرة عليك يخليك تطلعين تشتغل؟ انا احكي الصدق انا شيء قشمر، انا عربانة بوقتها مو هسه، انا بوقتها كنت عربانة بسرعة اندفع، يعني بس واحد يحاكيني كلمة اصير ام العريف اروح اتعارك، من يومي انا كنت من صغيرون انا عربانة، بس تردين اتعارك حطيتي حكاية بذاني اروح اتعارك ما افهم شنو السالفة، لا أسأل لا أسوي لا شيء بسرعة اندفع قشمر بس تحاكي الحكاية روح أصدق. المهم ترست راسي على رجلي على طليقي، هسه ترست راسي على طليقي تحط براسي حاجات وروح أبويا حبيبات تعلم تدو أروح لكن لا صرا قشمر لا صرا عربانة مثل خيت شن قبل. يجي الرجال تعبان ابو ابني ويعني حاره يعني حاضر للحمام ويكمل ويخلص انه وين شو تقول لي؟ تقول لي اول ما يبدي ياكل احكي وياه وانا مصدقه تعبان تعلمني طلعت ريت تهجم بيتي وانا ما ادري. تقول لي انا اختك الكبيره انا علمك تعلمي مني الحياه الزوجيه الصحيحه. قالت لي من يجي فلان ويحط الاكل اول ما يبدي ياكل التفت حلو ويا الموضوع وياه. أنا صح صغيرة بس قلت لها سألت هذا السؤال قلت لها يعني خطية واحدة وين ما يبدي ياكل يصير يتعاركون ويا غير إني خلصت أتعارك وياه.